المصريين نازلين عشان يكتبوا تاريخهم ويسطروا مستقبلهم. الدنيا كلها بتتفرج عليهم ويشوفوا ازاي المصريين هيعملوا التاريخ وهيعملوا المستقبل النهارده ان شاء الله. الإقبال إن شاء الله هيبقى جميل وهيبقى هايل بفضل الله. يعني ان شاء الله تعدي على خير والبلد تستقر. يعني احنا نفسنا البلد تستقر، يعني ان استقرار البلد هيبقى فيه يعني البلد في كل حاجه، في اقتصادنا، في حياتنا، في تعاملاتنا. ايا كان بقى كل واحد هيدي صوته لمين، بس لازم كله ينزل علشان ده مستقبل مصر، فلازم كلنا نشارك فيه. Okay, let's go.